أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 12 من يناير عام 1979 استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصره السيد الفاروق أشكزاد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى دولة الإمارات. وقد حضر اللقاء المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم الفجيرة آنذاك، وجرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون بين حكومة الفجيرة والبرنامج في مجالات التنمية المستدامة. وعرض أشكزات على سموه خلال اللقاء مشروعات تنفيذية جديدة تهدف إلى دعم قطاعات الصناعات اليدوية والزراعة والثروة السمكية في الإمارة وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين في هذه المجالات، كما تم التطرق إلى افتتاح فرع لمركز الصناعات اليدوية في الفجيرة. وجرى خلال الاجتماع البحث في إمكانية تنفيذ مشروع لإدارة مياه الوريعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل. كما تطرق إلى مشروع آخر يهدف إلى تطوير صناعة حفظ وتعليب الأسماك في الإمارة وتوفير فرص عمل للشباب في هذا القطاع. وأعرب أشكزاد عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة على حسن استقباله وكرم ضيافته، مؤكدا حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التعاون المستمر في مجالات التنمية المستدامة. صفحات من الماضي.